Mini Studio. ناطرين حلقة جديدة لميني ستوديو وخبرية جديدة مع شوفونا شيري مع رادو مع البرنس والبرنسس. رح تعرفوا اليوم شو رح يصير بميني ستوديو. تعرفوا شو الخبرية؟ قال شوفونا شيري بدها تفوت بمسابقة رقص. يا حرام يا رادو، رح يقدر يرقص معها؟ هيدا رح نشوفه بحلقة اليوم. انتو بتحبوا الرقص؟ لأنه كمان بحلقتنا اليوم رح نرقص مع كارين، رح نتعلم رقصة مهضومة هينة وفيكم تتعلموها بسرعة بالبيت. فإذا جهزوا حالكم لأنه حلقتنا مليانة بالمفاجآت. كمان رح نقرأ رسائلكم وشوف صوركم، رح تربحوا هدايا. أهم شيء دايماً تضلوا على اتصال معنا عبر فيسبوك بيج تبع ميني ستوديو، تبعتوا لنا أساميكم وتبعتوا لنا كل شيء بتحبوا نفرجيه بميني ستوديو. وهلأ خلينا نبلش الحلقة بسرعة بسرعة تنعرف شو راح يصير معنا بحلقة اليوم. جيسيكا وين اختفيتي؟ كان بدنا نشرب شاي ورحت على أساس تجيبي فستان أو اثنين، بس مش كل الخزانة كلها. يلا يلا جاية جاية عم خلص. بدك مساعدة؟ لا 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 يلا ها ها وصلت وصلت. طيب يلا. جيسيكا وينك؟ منك مبينة من ورا لبستي. شو هول كثير حلوين الألوان؟ أنت منك عارفة شو الخبرية؟ شكلهم شيء خارج رقص. شوفوني بدها تشارك ببروجرام على التي في، ولازم تكون لابسة تياب كثير حلوين، مشان هيك قررت إنه أنا نقيلها إياهن وهي بتظبطهم على ذوقها بما إنها خياطة. وأنت دغري قررت تكوني مديرة أعمالها؟ شو ما بتعرفي إني بحب الموضة؟ بعرف انه بتحب الموضة وذوقك حلو كمان. طيب اي متى فيي جرب هول الفساتين وارقص فيهم؟ ما فيك تجربي شيء ولا تدقي بشيء من الفساتين قبل ما تخلص المسابقة وتربح شوفوني. طيب اوكي، بس اسمح لك انك تنقي شيء من البوكس. طيب 10-1. انك توقفي تاكلي شوكولا كل نهار وكانديز مش معقول، بيضروا لك اسنانك. اوكي رح تكيف بوعدي. بينكي بروميس، بينكي بروميس. يلا نقي. بتقولي صورة أو لتر؟ أنا بقول صورة ومن بنت. مزبوط. بعتولنا صورة إلو وصوفيا كاسيس. كتير مهضومين. مبروك هديتكم من ميني ستوديو، هي تقدمة بيير روجي، ساعة حلوة كتير بتلبسوها ودايما بتفكروا فينا. Come and dance every night. Sing with a hula melody. I got you.
معنا بالاستوديو الكسندر. الكسندر فات هو امه على الفيسبوك بيج تبع ميني استوديو وبعث لنا اسمه ورقمه وعمره واكيد صورته، ونحن رجعنا اتصلنا فيهم وعزمناهم ليجوا لهون ويعيدوا عيد ميلاد الكسندر بميني استوديو اكيد مع شوكولا اوزمو. بتذكركم انه شوكولا اوزمو بيقدم لكم هدايا كثير حلوه بمجرد انكم تجوا لعنا على الاستوديو. اوزمو فان، اوزمو كورني، وكل مجموعه اوزمو اللي كلنا بنحبها. ألكسندر حسب ما عرفت مثل ما قالت لأمه قبل ما نبلش إنه بحب كتير يروح على المدرسة، بحب كتير يلعب هو رفقاته، ما بحب أبداً المات مع إنه بعد ما بلش يتعلم، بس بيتقلي إنه بس يشوف إخواته عم بيعملوا المات تغرب يهرب، ولما يكبر بده يصير مثل ما قالنا دكتور. دكتور شو؟ ما حدا بيعرف. مهم طبيب رح يكون أكيد كتير ناجح. هلا خلينا ما نطول على ألكسندر ونقول له كلنا سوا هابي بيرثدي. أوزمو فان، أوزمو كورني، كمان علبة أقلام تلوين ودفتر تلوين. Thank you أوزمو. هذا شو جدو كتير حلو. هيدا العقد السري اللي كنت عم جرب حل قصته من سنين. أوزمو أوزمو أوزمو. مغامرة وتفسلية أكيدة، شوكولا بكورني طعم فريدة. أوزمو كورني. أوزمو كورني لذيذ مع شوكولا بالحليب. أوزمو. ميني ستوديو. أنا وقت أكبر بدي أصير معلمة، وبعد الظهر بدي أغني بميني ستوديو. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. أنطوان وإلي إجوا لعنا على الاستوديو ليلعبوا ويربحوا مع بنك ليبانو فرانسيس، وأنا بدي أذكركم إذا أنتم كمان حابين تجوا فوتوا على www.youthpackage.com واتبعوا التعليمات، هيك نحن بنرجع بنتصل فيكم وبتجوا لعنا لهون. هلا خلينا كلنا سوا نتعرف على أنطوان. أنطوان يوسف بحب كتير يروح على السينة ويحضر أفلام بالبيت كمان، وما بحب كتير ياكل خضرة. طب أنطوان، 5000، 105,000، 10. هيك بص عليها بترجع لمحل. 130,000، 20 و10، 61. و1000، 65. 160,000، 140,000، 130,000، 65,000، 225,000. حطيت 20,000. أوكي خلص الوقت أنطوان، وأنت قدرت تجمع 3810 نقاط. قد إيه لكم رح يقدر يجمع إليه؟ نتعرف كلنا سوا عليه. إلي ستيفان بحب كتير يلعب بالكيوبز، وما بحب ابدا الناس اللي بعيطوا عليه. بلاي اجين. عشر، 55،
كمان بعد مرة. 70,000. 30. 30 مزبوط. 31. 20 قد ايه بعد ناقصك؟ أو 40. فيك تجيب بوس عليهم بيرجعوا لمحلنا. لكن 20 10 30 31 66,000. هي 50 يعني بعد ناقص 10 وقد ايه؟ لا حطيت 20. بوس عليهم ارجع. خلص وقتك إلي وانت قدرت تجمع 2540 نقطة، يعني أنطوان اللي ربح. مبروك أنطوان، بس انت كمان إلي رح تربح هدية صغيرة من بانك ليبانو فرانسيز. هلا كلنا سوا بنشوف شو هدية أنطوان. هديتكم من بانك ليبانو فرانسيز هي بطاقة يوث تتفتحوا حساب باسمكم وكمان 100 دولار. مبروك. وتأكبر بدي يصير حكيم، بدي يكون عند الطيارة لأبرم العالم. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. هدول فساتين الحلوين وينني؟ هدول صغار، لازم يكون الأحلى. وينني هدول؟ ما بعرف أيهو بدي ألبس، لازم يكون الأحلى أكيد. معقولة شوفوني وشريه؟ بس وينو رادون؟ رادون وينو؟ مثل العادة بفتش عليه منو هون. بدي إيه منو هون، ولما ما بدي إيه بيكون هون. شو هذا شو عمل؟ شو رادون؟ وين كنت؟ كنت عم فتش عليك. كان عندي توصيلة شوفوني. يلا شو يلا تعا تعا. شو بك تعا؟ مسوك ايدي. شو بك شوفوني؟ أنا أحلى وحدة ما هيك؟ يلا معلش خلينا نرقص هلا. لو بلو بو دو تو لي تانغو دو موند سي سولوي كو جي دانسي دون فو برا. جاي كوني. وين وين شوفوني شو بك شو صاير لك شو بك شو 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 بك يا عم تراسيلي؟ ما عم بفهم شو بك. شو طلع فيي قد ايه انا حلوه؟ مش حلوه انا؟ قد ايه؟ ياي اول ما شفتك يا شوفوني ايه ما قدرت نام عشي جمعه، بس هلا خلص تعودت عليك. ايه طيب إيه؟ هلا عود هون. قعدنا. عود هون. تفضلي عود هون تخبرك. شوفي ما فيني بس اقعد عندي الشغل. بدي بعد عندي ثلاث ساعات. لا 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 اليوم ما في شغل. عشان يلا بفوت نام. سكرنا. لا ما في نوم، بتضلك قاعد هون وما بتفتح تمك ولا كلمه. وبتسمع شو بدها تقول لك. شوفوني شيري. اوكي ايه حاضر. اوكي اول شيء رادون، انا اليوم عم فكر اشترك ب ببروجرام. شو بك؟ شو بك؟ ليه ما بتسألني مثلا شو فيني شري اي بروجرام هيدا؟ انت هلا قلتي لي ما تفتح تمك ما تسأل ولا سؤال. شو بك يعني يا مش هالقد مش هالقد اسأل شوي خلينا طيب. نتسلى نتحاور. اي بروجرام؟ دانسينج وذ ستارز. رادون؟ رادون شو بك؟ شو صار لك؟ شو ما صار لي؟ انت صار لي شو؟ ليه شو 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 بني يعني؟ ما فيني ارقص بدانسينج وذ ذا ستارز. شوفوني؟ نعم؟ بدي توكلن ليشيل من وراء الخبريه. خلص انت دانسينج وذ ذا ستار يا شوفوني. ايه شو ناقصك؟ روحي كبري عقلك، روحي كبري عقلك. رادون 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 رادون. بدي ولعها، بدي كسر الدنيا، بدي فرجيهم مني شوفوني شري. ذا ستار، شو هن بس ستارز هيدول اللي بيلبسوا قصير وبيتمختروا؟ شوفوني بشرفك، شوفوني شو هالحكي هذا اللي عم تحكيه؟ بده يكون في جمال، بده يكون في جسم، بده يكون في هضامة، أنت 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 كلهم هول ما خلص ولا كلمة. ولا كلمة ولا أكيد كلمة. أكيد رادون أنت أول واحد بدك تصوت لي. بصوت لك عشرة بتشرجي لي. إيه أكيد بدي شرج لك، بدي شرج للعالم كله. لكل الحي، لك الجيران، للأصحاب. عشان أهم شيء يصوتوا لي لأنه لازم شوفوني شري تربح. شوفوني أنا بحس حتى لو صوتت للعالم كله ما رح يصوتوا لي. نعم؟ إيه ما اسأليني ليه؟ لأنه
أول ما تطلع الشاشة رح نيقشطوا على الأرض لأن منظرك شوفوني ما بعرف ما رح يلحقوا شوفوني ما رح يلحقوا رح تشارجينوا على الفاضي برا برا بسرعة إيه؟ إيه بسرعة فيلم إيه الهون شوفوني قال فيلم الهون قال يا حرام يا حرام احترت على كل حال ما بده يصوت لي ما يصوت لي كل الناس رح تصوت لها شوفوني شيري لأنه بدها تولع اليوم بدها تكسر الأرض بدها تفرجيهم قدي بتعرف ترقص حلو ومين هي شوفوني شيري يلا صار وقت المدرسة هاي جونيور نادرك يلا قوم جونيور ميني كرواسون مصنوع من أفضل المكونات الطبيعية ليعطيك النشاط كل النهار هرم مؤلف من ثلاث مثلثات بليز ركز معي هي. مساحة هالهرم هي مساحة مثلث ضرب ثلاثة جمع مساحة المربع مثل ما شفتوا المسألة مش معقدة جونيور ميني كرواسون ماكسي حيوية هلو جونيور كيفك؟ جمعة جديدة عم تبلش بميني ستوديو وقريبا رح يطلعوا النتائج لأنه مسابقة جونيور ميني كرواسون قربت تخلص وقربنا نعرف مين رح يربح الخمسة ميني آيباد خمسة منكم بيقدروا يربحوا لأنه اشتركوا معنا بكل هالفترة بميني ستوديو وبعتوا لنا مسج على فيسبوك بيج تبع ميني ستوديو هالمسج دايما للجونيور ودايما المسج بيطلب إنه حدا يفوت على كابينت نمبر 1 2 أو 3 مين اليوم رح نقرا المسج تبعه هي مايا منصور رح نفتح على فيسبوك بيج تبع ميني ستوديو المسج ورح نقرا هاي اي ام مايا منصور اند اي وانت تشوفوني ان روم نمبر 2 ميرسي اي لاف يو اول وي لاف يو تو مايا ثانك يو فور يور مسج واكيد رح تربح هديه تقدم الجونيور وكمان رح تشتركي بالسحب يلي رح يصير فاذا الجونيور انا بدي اعطيهم نصيحه صغيره بما انه بلشت الدنيا تشوب شوي لازم أصحابنا كلهم دايماً يشربوا مي ويأكلوا فواكه ويشربوا عصير لأنه هالشي بيعطيهم نشاط وحيوية وخاصة أنه بهالفترة من السنة في أنواع كتيرة هلأ من الفواكه وبيكونوا طيبين كتير فإذن الفواكه طيبة وكمان كرواسون ميني كرواسون جونيور طيب على تشوكولات على بيريز وعلى ستروبريز فإذن مين رح يربح اليوم؟ أول شي مايا رح تربح بس خلينا نشوف شوفوني شيري كيف رح تفوت على روم نمبر 2 مثل ما طلبت مايا وش رح يوقع على راسها؟ سيربريز ما منعرف شفنا كيف شوفوني وقع على راسها كونفتي أنا عم بشرب شاي و هلا مين كانت؟ كانت تعطيها لشوفوني لأنه وقع راسها كونفتي، مالي أنا باخذ وحدة على ستروبري رح أكلها مع الشاي لأنه طيب كتير. طيب قريباً رح نعرف مين منكم رح يربح بس اليوم في أكيد يلي قرينا المسج تبعه أكيد قرينا المسج تبع مايا منصور مثل ما كنت عم خبركم، مايا منصور رح تربح تقدمة جونيور ميني كرواسون مجموعة حلوة من الهدايا رح نشوفها سوا بس كمان انطرونا بعد كم يوم لأنه ما باقي إلا كم يوم ورح يقلنا جونيور مين رح يربح ميني آيباد خمسة منكم لأنه اشتركوا وبعتولنا فيسبوك مسج بيقدروا يكونوا من الرابحين فإذا بعد عندكم تشانس فيكن اليوم تفوتوا على فيسبوك بيج تبع ميني ستوديو تحطوا لنا لايك وتبعتوا مسج لجونيور وهيك اسمكم اكيد اللي بتكونوا كتبتوه بالكامل مع العائله ومع رقم تليفونكم ومع ايميل لكم بصير فيكن تشتركوا بهالسحب رح يصير بميني ستوديو بعد كم يوم وتربحوا معنا جونيور نحن بدنا نشكرك كثير وانا هلا رح اشرب الشاي واكل ميني كرواسون ورح نشوف الهديه يلي ربحتوها اليوم هديتكم من جونيور ميني كرواسون على شوكولا وعلى بيريز وعلى ستروبريز وكمان مجموعة من The Princess Collection وما تنسوا انه اسمكم رح يفوت بالسحب يلي رح يصير ب 10 نيسان بميني ستوديو تأنتوا تربحوا ميني ايباد في خمسة ميني ايباد انتوا فيكم تربحون تقدمة جونيور ثانك يو لجونيور يلا صار وقت المدرسة هاي جونيور نادرك يلا قوم جونيور ميني كرواسون مصنوع من أفضل المكونات الطبيعية ليعطيك النشاط كل النهار هرم مؤلف من ثلاث مثلثات بليز ركز معي هي. مساحة هالهرم هي مساحة مثلث ضرب ثلاثة جمع مساحة المربع مثل ما شفتوا المسألة مش معقدة
جونيور ميني كرواسون ماكسي حيوية. مش معقول شو خلقها الشفوني شريا فرانسوا، بلشت بالغنى وهلأ صارت بالخياطة. أنا بعدني ما عم صدق إنه رايحة ترقص شفوني شريا. وليه ليه ليه سوربري؟ إنه الواحد بيبرع بشغلة واحدة مش بكل شيء. هلأ فرانسوا أنت غيران. لا بعرف. أبداً مش غيران، بالعكس بنبسط لنا شفوني شريا. بلا 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 غيران، أنا هيك عم بحس. أنا أبداً مش غيران. فيليب شو قولك رح ترقص؟ هلا قبل الرقص بدي لك شغله فرانسوا، انت ما تزعل ما تزعل لانه انت كمان بنا بعده قصص، بالسياس، بالفوتبول، بالباسكت، بالتنس، بالناتاسيون، بتعرف تعمل عده قصص. ميرسي ميرسي، بس انا مش عايزك تقلي، بس عم بسالك هلا. بس حسيتك غيران من شيك عم بقول لك. عم بقول لك ماني غيران. طيب طيب اوكي. ليك فرانسوا، بعدين انا بحس انه شفوني شريا رح ترقص الفالس، لانه انا بعرفها، بتعرف كثير منيح ترقص الفالس. بتعرف انا شو بحسها رح ترقص؟ هارلم شيك. هارلم شيك شفوني شريا؟ ايه. وين بعدك يا فرانسوا؟ ومين بيعمل هارلم شيك مع رادون؟ ايه؟ طيب طيب خلينا نشوف هارلم شيك للولاد، بعدين بنشوف شو شوفونا شي رح تعمل. كولو تيروريتا انا اكيد انه شوفوني شيري رح تعمل هارلم شيك احلى بكثير منها. مش وانا برايي انه لحنا نفوت معها كمان بالهارلم شيك. انا برايي كل ميني ستوديو مع البيرسوناج تبع ميني ستوديو يعملوا هارلم شيك كثير حلوه، بس انه ما بعرف هلا بنشوف. بتعرف فرانسوا من وين مصدر الهارلم شيك؟ لا. اوكي. الهارلم شيك هي في منطقه اسمها هارلم، اوكي، وقرروا يعملوا اولاد تلاميذ مثلنا من عمرك يمكن، اوكي، قرروا يعملوا دانس، وهيدي الدانس سموها هارلم شيك لانه هارلم هي المنطقه وشيك يعني يهزوا. سو عملوا الهارلم شيك وهلا صارت بالعالم كلها معروفه، بكل البلدان عم يجربوا يعملوها. طب ليك فرانسوا، هلا قطعنا الهارلم شيك لانه انا بلاقيها كثير سخيفه، انه حدا بيحكي بالفالز ما بيحكوا بهارلم شيك. فالز انا برنس، احلى شيء الفالز. رح نقرا مساج. هيدا المساج من ريفا باهو. هاي ماي نيم از ريفا باهو، وانا بحبكم كثير وبحضركم كل يوم وبحب كل شيء بتعملوه وبتمنى اكون معكم. وريفا بتبعتنا بوسه كثير كثير كبيره. بدي اقول لريفا باهو ميرسي كثير على المسج، وخلينا نشوف شو ربحتي معنا. هديتكم من ميني ستوديو هي ماج او بازل برنسس كولكشن، ممضيه من البرنسس نفسها. مبروك. شوفونا شيري بتحب الرقص، انتو بتحبوا الرقص شي؟ يلا حضروا حالكم وقفوا قدام التلفزيون تنبلش نرقص. كيف يعني؟ يعني مع كارين. كارين رح تعلمنا رقصة مهضومة، يعني كلكم فيكم تتعلموها لأنها هينة كتير كتير. حضروا حالكم وقفوا معنا وبلشوا رقصوا مع كارين رقصة اليوم. جمعة جديدة من ميني ستوديو بلشت، وأكيد كلكم ناطرين تنتعلم رقصة جديدة. شانيل وسيرينا حاضرين؟ انتو حاضرين؟ يلا رح ننفذ ايدنا 1 2 3 4. تاني ايد 1 2 3 4. بعد مرة 1 2 3 4. بعد مرة 1 2 3 4. هلا رح نروح مثل التيارة على الشمال، نرجع على اليمين، رح نهز ايدينا. خلصت، ورونا بكرة.
الرقص فيكن تتعلموا رقصة مع أصحابكن تحضروها وتجروا تقدموا لنا إياها بميني ستوديو. ميني ستوديو هو برنامجكن. احفظوا رقمنا 03-85-86-87. كمان فوتوا على فيسبوك بيج تبعت ميني ستوديو تتعرفوا وين منكم موجودين وتشتركوا بكل مسابقات البرنامج. وما تنسوا انه فيكم كمان تحتفلوا بعيد ميلادكم عنا. كل هالشي بتبعتوا لنا عبر فيسبوك بيج او كمان على الايميل يلي عم يمرق قدامكم تنحنا نقدر ندعيكم لعنا. وانا اكيدة انه بحلقة اليوم شوفونا شيري رح تطلع ملكة بالرقص، رح تعرف ترقص كتير منيح لأنها هي دائماً بتنجح بكل شي بتعمله. وهلأ قبل ما نودعكم رح نروح سوا على أرشيف الام تي في لنحضر شوي غنية مهضومة فيكم تغنوا معنا مع أصحابنا الصغار. يلا let's remember وبعدين منقلكم باي، منشوفكم بكرة. On s'en point, point. Après 20 ans qu'il vivait, on se rend beaucoup plus avec beaucoup plus d'enfants. Et lui, point, point. Allez, vite, les enfants, on s'amuse comme des petits fous. Maintenant, pliez les genoux. Redressez-vous. Mini studio.